اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد واخبار جديده. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اصدقائي ظهر لنا خليل ابراهيم جيان وهو يتدرب على قدراته التمثيليه باجراء تمارين تعبيريه لمواقف افتراضيه مع مدربه ابري ارسيل. وعلى ما يبدو اليوم كان التدريب على الاداء المسرحي بتعبيراته الابداعيه. كما ايضا ظهر خليل ابراهيم جيهان مع المدرب امري ونزل ستوري له مع خليل واشاد بتمثيله. وعنده حق خليل ابراهيم جيهان يمثل بجداره ويتقمص الدور كانه حقيقي. وقال المدرب ان خليل ابراهيم جيهان انغمس في الذات باسم التمثيل. كما ايضا اصدقائي سيلا ترك اوغلو في حوار لها او بمعنى في لقاء لها مع ماري كلير قالت انا بالنسبة لي القوة تعني ان تكوني على دراية بامكانياتك وان تكوني منفتحة على تجربة كل مشاعرك. انا اصنع السلام مع نفسي ببطء، كنت اقول انني في سلام ولكن كما قلت بدأت افكر في الامر ادركت انني لم اكن اشعر بسلام في بعض الاوقات. كلما تقدمت في السن واكتسبت المزيد من الخبرة اصبحت اقترب الى نفسي واتقبل ما انا عليه، اتقبل نفسي كما انا، استمع الى نفسي الان وانا شخص لا أضع خططا، أحاول أن أعيش في هذه اللحظة، لكن أستطيع أن أقول إنني تمكنت من القيام بذلك بشكل كامل بالعودة إلى الماضي، أكتسب الخبرة من الأشياء التي مررت بها وكيف تمكنت من تحويلها وأتساءل عما جلبته لي. لا أحب وضع الخطط لأنني لا أعرف ماذا سأكون يوما ما، ماذا لدي الآن وما الذي يمكنني أن أكون شاكرة له، ماذا يمكنني أن أفعل، يمكنني أن أكون سعيدة. أنا أركز على ذلك، أنا خارج عالم الأحلام، أحتاج إلى أن أكون واقعية قليلا بشكل أكثر. كما أيضا قالت لها المذيعة ما هي مصادر تحفيزك كممثلة؟ أجابت سيلا وقالت أن أكون قادرة على القيام بشخصية مختلفة تماما، كذلك أن أكون قادرة على تجربة وعيش ورؤية العديد من الأشياء التي لم أتمكن من القيام بها بصفة سيلا، والقدرة على لمس الناس. هذه هي أكثر الأشياء التي تحفزني، أستطيع أن ألمس حياة العديد من النساء من خلال شخصية دوغا. الشهرة ليست مهمة جدا بالنسبة لي، أنا لا أضغط على نفسي عندما يتعلق الأمر بالعمل، عندما يتعلق الأمر بالشهرة أجد نفسي أفكر في مزايا وعيوب كوني شخصا مشهورا. على الرغم من ذلك إنها في الواقع تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الشخص. فسألوا سيلا وقالوا ما رأي سيلا في هذا، يعني رأيها في الشهرة؟ قالت في الواقع إنه وضع جميل، ومن هنا تأتي الرغبة في العمل في التلفزيون. أن تصبح شخصا معروفا هو شيء يرضيك ويمتعك، ما زلت لا أستطيع التعود على هذا. من الغريب أن يحبك الناس والأشخاص الذين أقابلهم يعاملونني مثل بناتهم، إنه لأمر رائع أن يحتضنك الجمهور. هكذا أحيانا تحدث أشياء حادية، مثلا قال لي شخص لا يمكن أن تسامحي ذلك الرجل يا دوغا، ولماذا دوغا دائما عبيسة ومستسلمة، ولماذا تعاملين حماتك بهذه الطريقة؟ نحن نتقبل هذه الأمور ونترك الأشخاص يعبرون عن ما يريدون، لكن هناك الكثير من المساوئ في الشهرة. مثلا قد يساء فهمك من حركة بسيطة، كل خطوة تقوم بها ربما يجدون لها معنى. أحيانا تواجه أيام سيئة، يحدث شيء ويتم إلقاء اللوم عليك ولا يوجد لديك مساحة لتعبري عن رأيك. أنا لا أحب التركيز على حياتي الخاصة، أنا أكثر هدوء والآن لا أريد أن أتورط كثيرا في فوضى. وقالت أيضا سيلا نحن كفريق نستمتع كثيرا فيما بيننا، لا أحد يبحث عن اهتماماته الخاصة، هدفنا هو شرح موضوع ما، لا توجد اهتمامات قائمة على الممثلين، الفريق بأكمله يدعم بعضهم البعض. فقالوا لي سيلا أتذكر قولك أنك ترغبي في تصوير العمل حتى لو لم تكوني في دور دوغا، لا يهم إذا كان دور دوغا أو أي دور آخر، وأتساءل ما هي الشخصية التي كانت يعني تود أن تكونيها لو لم تكوني دوغا. وبعد التفكير أصدقائي في الأمر قليلا أجابت سيلا عن السؤال وقالت سونماز أولا، أستطيع أن أقول سونماز لأنها الشخصية الوحيدة التي لا تتغير، لقد تغيرت جميع شخصيتنا والشخصية الوحيدة الثابتة هي سونماز. ثم شخصية إليف، إنها تمتلك طبيعة مفعمة بالحيوية والنشاط والأنوثة، وسيكون من الممتع بالنسبة لي أن أصور مثل هذه الشخصية. وكذلك القوة التي في داخل نورسيما وكيف تتمرد على ما اعتادت عليه.
أحب أيضا وقفتك في الجيم المستقيمة، وأنا أحب اللغة بشكل عام وتوقعاتي منها مختلفة في الموسم الثاني. هناك الكثير من النساء اللواتي مررن بما مرت به اللغة، ومن المؤسف أن يبقوا يعني صامتين على النساء التي يتعرضن للظلم رفع أصواتهن. كما أيضا سألوا تلا وقالوا لها: كان دورك الأول على شاشة التلفزيون في مشروع مسلسل تلفزيوني يومي، كيف كانت التجربة؟ قالت تيلا: لقد كانت بمثابة مدرسة بالنسبة لي، وكانت مغامرة متعبة بسبب عبء العمل المكثف وقتها، لكنني تعلمت منها الكثير. فقالوا لسيلا: إلى مدى تهتمين بمظهرك الجميل أثناء التمثيل؟ أجابت سيلا وقالت: يكون هذا وفقا للشخصية. بصفتي سيلا لا أعتقد أنني يجب أن أبدو جميلة جدا في كل مشهد، أترك جانبا مفهوم الجمال والقبح أمام الكاميرا. هناك أيضا مشاهد أظهر فيها بدون مكياج أثناء لعب دور أم فقدت طفلها. كان علي أن أكون بدون مكياج، لا أحد يفكر في كيفية ارتداء الملابس في هذا الموقف. إذا كان الأمر ضروريا فأنا أفعل ذلك عند الحديث عن الملابس. أنا لست جيدة جدا في الموضة، لكنني أحاول إصلاح علاقتنا. أنا منفتحة على تجربة أشياء جديدة، ليس لدي كلمة أبدا. أنا أعيش الحياة ببساطة، أقوم بتضمين القطع الأساسية والخالدة في خزانة ملابسي. أحب استخدام إكسسوارات، أحب بشكل خاص استخدام الأساوير المتعددة. كما أيضا قالت: إن القدرة على تجربة أدوار مختلفة وعيش ورؤية العديد من الأشياء التي لم أتمكن من القيام بها بصفتي سيلة تحفزني. كما أيضا أصدقاء العديد كانوا سعداء لأن اسم الوكالة الخاص بسيلة ترك أغلو كان غير موجود على صفحتها، والبعض كانوا يسألون عن السبب. وأكيد أصدقائي رابط موقع الوكالة فيه مشكل، وأغلب ممثلون الوكالة أزالوا الاسم من البايو، لأنه عندما تضغطون يعني لتدخلوا على الرابط يقول أنه يوجد مشكل، وأظن أن سيلة أزالته بتعليمات من وكالتها. المهم أصدقائي، هذه هي كل الأخبار، وإلى اللقاء وفرجة ممتعة، وأخبارنا دائما تتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.